السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جايبين لكم هونر 80 حصري، لأن ده لسه محدش جابه، لسه واصل طازة أهو. هونر 80 ده بقى جاي بالديزاين اللي هو الجميل أوي ده، ديزاين الكاميرات كده لازقة في بعضها، عاملة شكل حلو أوي في ظهر الجهاز. الجهاز ده نازل أول جهاز هونر، يعني هونر 50 وهونر 70 كانوا نازلين ب 8 جيجا رام، الجهاز ده نازل ب 12 جيجا رام. وهونر أهو بدأ يعمل أجهزة في الفئة المتوسطة بتعدي ال 12 جيجا رام. الجهاز ده 12 رام و512 مساحه، وبطاريه 4800، بطاريه مش قويه قوي بس نازل بالشاحن 66 واط، بيشحن التليفون في اقل من نص ساعه. طيب التليفون ده من مميزاته ايه بقى؟ مميزاته ان هو اول حاجه ان هو 12 جيجا رام، فدي حاجه حلوه قوي. شاشه اوليد بايدج كده زي الهونر 50 وال70، شاشه جميله قوي. هونر بصراحه بيعمل تليفونات الماسكه بتاع التليفون بتبقى حلوه قوي بصراحه، ونازل بمعالج 782، معالج سناب دراجون كويس برضو في التليفونات مش وحش، ونازل بكاميرا 160 ميجا بكسل. ده اول هونر يعني في الفئه بتاعت الهونر 50 وال70 ينزل بكاميرا عاليه، نازل ب 160 ميجا بكسل كاميرا خلفيه، والاماميه 32، وشكله حلو قوي، والديزاين بتاعه جامد يعني، وصوت ستيريو، ومسكه التليفون احلى حاجه فيه، يعني اصلا شكله شيك قوي، يعني تحس ان التليفون مميز فيه ده وانت ماسك التليفون الهونر 80 ده. هونر 80 ده اصلا لسه ما نزلش السوق، يعني لسه ما عملوش عنه في مصر، بس احنا جايبينه من بره. يعني التليفون شكله حلو قوي وصوته حلو قوي، انا عايز اسمعكم صوته برضو، صوته جميل، صوت ستيريو، صوت عالي للناس اللي بتحب الالعاب. انا معايا التليفون ده حلو قوي، صوته جامد قوي بصراحه، التليفون ناجح. هونر 80